بعد وفاة فايق عزب، أسرار قصته مع الشعراوي وسبب حبه للنادي الإسماعيلي. أعلن نقيب المهنة التمثيلية دكتور أشرف زكي نبأ وفاة الفنان الكبير فايق عزب، وذلك بعد صراع طويل مع المرض. وأشار نقيب المهن التمثيلية في تصريحات له أن الفنان الراحل سيوارى أثر دفنه في مقابر العائلة بمدينة الإسماعيلية بعد صلاة الظهر. وانتشرت تقارير تفيد بإصابة الفنان الراحل بفيروس كورونا المستجد، حيث أكدت أن الفنان الراحل فايق عزب كان يرقد في المستشفى منذ شهر 15 يوما تقريبا، وأجرى العديد من التحاليل منها فيروس كورونا حتى ظهرت إيجابية إصابته بالفيروس. وبالرغم من تلك الأنباء، إلا أن البعض أشار إلى أن الفنان الراحل لم يمت إثر إصابته بفيروس كورونا، وإنما بسبب حالته الصحية المتدهورة، حيث كان قد خضع في وقت سابق لعملية جراحية لتوسيع الحبل الشوكي بسبب سقوطه على رقبته تسببت في وقف حركة يده ورجله. وعقب العملية أصيب بالتهاب رئوي بكتيري في الصدر، وأجرى تحليل لمعرفة نوع البكتيريا، وظهرت أنها بكتيريا مارسا في الصدر فقط. ومن جانبه أكد نجل فايق عزب أن والده كان يعاني من مرض خطير ألا وهو المارسا، وتم تخصيص غرفة بالعناية المركزة بالمستشفى، حيث أنه في نفس الدور بالمستشفى المتواجدة فيها الفنانة نشوى مصطفى. وتتمثل أعراض الإصابة بالمارسا بعدوى على سطح الجلد يصاحبها ألم شديد وتورم واحمرار مليئة بالصديد، مع ارتفاع في درجة حرارة الجسم وخراج يعالج بالجراحة، وإلا تتسبب في مشاكل بالقلب والرئة نتيجة لتراكم الصديد في الجسم. وفي حالة المضاعفات يتسبب في مشاكل في مجرى الدم والرئة وضعف عضلة القلب والعظام والمفاصل. وللعلاج من المرض القاتل يتم وضع المصابون في الحجر الصحي واتباع طرق الوقاية، وهي نفسها المتبعة مع فيروس كورونا. ويذكر أن الفنان الراحل فايق عزب من مواليد مدينة الإسماعيلية في يوم 6 سبتمبر عام 1943. عمل الفنان فايق عزب كرئيس لفرقة التمثيل أثناء دراسته بمدرسة ابن حزم الأولية، وانتقل إلى القاهرة ليستكمل رحلته الدراسية، حيث التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة عام 1960، ونال فيها كأس أحسن ممثل. احترف الفنان الراحل فايق عزب الفن في مرحلة مبكرة، وبدأ مشواره من خلال السهرات التلفزيونية والمسلسلات الإذاعية، ومنها وطلع البدر، هجرة النور، هرقل في الحظيرة، مرة واحدة، صاحبنا، مشكلة خاصة جدا، وغيرها. ومن الأسرار التي لا يعرفها الجمهور عن الفنان الراحل علاقته بالداعية الإسلامي الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، فأثناء حوار تلفزيوني له كشف فايق عزب عن علاقته بالشيخ محمد متولي الشعراوي، وأنه كان صديقا له وكانت تجمعه به جلسات نقاشية عدة. وقال فايق عزب: الشعراوي الله يرحمه كان صديقي، وكنا بنقعد مع بعض باستمرار لأني كنت ساكن جنبه في آخر شارع فيصل. الشعراوي شبه الفن ذات مرة بقوله: الفن زي السكينة، ممكن تقطع بيه الخيار والسلطة وممكن تذبح بيها، عشان كده العيب مش الفن. ومن الأسرار أيضا عن حياته الخاصة، كان محبا لكرة القدم بشكل كبير، وكان من أكبر مشجعي النادي الإسماعيلي، فكان يواظب على حضور مبارياته بشكل دائم. وعن سبب حبه للنادي الإسماعيلي، فمن خلال تصريحات صحفية قال الفنان الراحل: حب النادي الإسماعيلي بيجري في دم كل إسماعيلاوي أصيل.